بدعوة رسمية من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية السيد ستيفان دي ميستورا، حضرنا إلى جانب عدد كبير من المناضلات والمناضلين ممثلي مختلف التنظيمات الحقوقية والإعلامية الصحراوية للقاء الذي انعقد يوم أمس الخامس من سبتمبر يوم الثلاثاء بمقر بعثة المنورسو بالعيون المحتلة. خلال هذا اللقاء عبرنا للمبعوث الشخصي للأمين العام عن شكرنا وامتناننا لزيارته الأراضي الصحراوية المحتلة، وثمنا بشكل خاص إصراره على الزيارة وبشروطه التي وضعها، ولم يقبل تلك الشروط التي وضعها أمامه نظام الاحتلال المغربي كعراقيل، والتي يعني هي التي حالت دون زيارته خلال السنتين. والهدف كان يعني واضح، منع المبعوث الشخصي من زيارة المحتلة طبقا يعني للشروط دولة الاحتلال المغربي، الحيلولة دون لقائه بنا كمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، والاستماع بالخصوص لنا كضحايا وضحايا مباشرين. ويعني لأن نحن كمدافعين مدافعات نحن ضحايا مباشرين كما قلنا للأمين العام، أو عفوا للمبعوث الشخصي للأمين العام، على أننا نعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطن الصحراوي تحت نير الاستعمار والاحتلال المغربي بشكل يومي في وطنه المغتصب الصحراء الغربية، من اضطهاد وقمع وتعنيف ومصادرة لجميع حقوقه، سواء منها السياسية أو الاجتماعية والمدنية أو الاقتصادية أو الثقافية. أجمعنا ذكورا وإناثا على رفضنا للاحتلال المغربي، ومؤكدين تشبثنا بالدفاع عن حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها وعلى رأسها الحق في الحرية والاستقلال، مؤكدين على التفافنا حول رائدة كفاح شعبنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، على أنها هي الممثل الوحيد والأوحد والشرعي للشعب الصحراوي، ولا ممثل غيرها ولا سواها. طالبنا بالكشف عن مصير مجهولي المصير وهم بالمئات، وبالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين المتواجدين وراء قضبان سجون دولة الاحتلال، والذين اطلع على واقعهم ومعاناتهم من خلال شهادات حية لبعض أفراد عائلاتهم الذين حضروا هذا اللقاء. طالبنا بحماية المدنيين الصحراويين من القمع المغربي ومن بطشه وانتهاكاته المستمرة، وذلك بإنشاء آلية أممية تعنى أو لها الاختصاص بمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام المغربي ضد الصحراويين المدنيين بالأراضي الصحراوية المحتلة من الصحراء الغربية، أو بتوسيع صلاحيات بعثة المنورسو لحتى يتسنى لها التقرير عن هذه الانتهاكات. كما حملنا الأمم المتحدة مسؤولية ما يتعرض له الشعب الصحراوي من معاناة ومصادرة لحقوقه، وطالبنا بالتعجيل بإجراء استفتاء تقرير المصير من أجل إنهاء معاناة طال أمدها وإنهاء هذا يعني التواطؤ البين من طرف المنتظم الدولي تجاه قضية عادلة، وهي الحق في الحرية والاستقلال لقضية لا زالت تناقش في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على أنها قضية تصفية استعمار.